ملي كنفتحوا الباب ديال التطوع هنا الهدف ديالنا نحدوا من انتشار الفيروس. ملي كيوقعوا بزاف ديال المتدخلين بالخصوص في المجال الصحي في المؤسسات الصحيه راك ما كتبقاش كتحكم بشكل كبير في امكانيات انتقال العدوى عبر العاملين في المجال الصحي، لان العاملين في المجال الصحي كيكون التكوين ديالهم هما مكونين اصلا، ولكن كيكون اننا بطريقه او باخرى كنوصلوا لهم معلومات جديده باش كنعاود ثاني نذكرهم بديك الاجراءات الوقائيه باش ما ينقلوش العدوى لنفسهم ما يقلوهاش لغيرهم. ولكن ملي كيكثروا المتبخرين بما فيهم المتطوعين كتفتح المجال لواحد الخطر اللي يمكن. فالحمد لله هنا باش كنتاكد بانه الشخص اللي تشفى وكان متابع في الدار البيضاء راه كان مشرف عليه الطاقم، ولكن كنا محددين العدد ما مكثرينش على بعض الاشخاص، خصوصا ان الحاله ديالو كانت جيده، كان الطبيب اللي كيدخل يراقبو باستمرار الممرض او الممرضه اللي غادي تعطيه الدواء، والشخص اللي كيدخل يدير النظافه ديال داك الماء، وكلهم حتى ما كيدخلوا حتى تيكونوا عارفين كيفاش يلبسوا هذوك لي كومبينيزون، وكيفاش ملي يدخلوا ينظفوا، كيفاش ملي يخرجوا يحيدوا، كيفاش يتعاملوا مع داك مع داك مع داك مع داك الالبسه الواقيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.